السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا، ونقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اللي غادي نتكلموا ونردوا على علي بن شيخ اللي شاف باللي المقابلة لعبنا أمام فريق تاع عدو الريفي. يا صح، إذا تلاقينا واش هو ذنب الجزائر؟ هذه قرعة، لازم هاد المحللين يعرفوا هذه قرعة. واش هو ذنب الجزائر؟ الله غالب، ما طحناش مع مصر، ما طحناش مع الكاميرون، ما طحناش. بغيتو هذه قرعة؟ كون واحد هدرتو قلت لهم لا، طيحونا مع نيجيريا ومصر والكاميرون وغانا، كاع طيحونا معاهم، ديروا جروب تاع طيحونا مع هذه قرعة. وين راه الذنب تاع اللعابة؟ وين راه الذنب؟ كل لعب خسروا تقولوا بلي كنت فريق ضعيف، ربحنا كنت فريق ضعيف، ما فهمناش. الفرحه تقطعوها، الفرحه تقطعوها انتوما. انا واحد من الناس مازال ما فهمتش، فرحنا شويه كي تدخل تقول بالك غادي يدوروا، بالك سبحان الله غادي يقول لك رانا فرحاني. ما فرحوا الناس، مشي فرحانه اسمع، الناس ماهيش فرحانه. انا نعلم صح، لعبنا كونت كينيا فريق اللي ما قدمش امام الجزائر، بصح دير في راسك، ديروها في لسانكم باللي الجزائر هي اللي صنعت اللعب، وهي اللي ضغطت ضغطت بالخطه تاعها، ضغطت بالخطه تاعها. الجزائر هي اللي ضغطت بالخطه تاعها، وين لعبنا لهم بدفاع متقدم، لعبنا بدفاع في السونتر. فريق تاع كينيا ما قدمش، ما قدم والو، بصح لعبنا، بصح على بالي كيما يقول لك صح، قادر نربحو، كنا قادرين نربحو بستة، قادرين نربحو بسبعة، بصح النتيجة 3 بيت. حنا نحوسو، كنا نروحو نمتعو افريقيا، نمتعو افريقيا كيما عام الضربة تاع غانا، طايحين على غانا مدق دقي، غانا كونترا اتاك واحدة مركاونا. صحيح جمال بالماضي كان يتفرج في ذاك الوقت في ليكيب ناسيونال، ادى نظرة بلي يا ودي مشي الاداء، النتيجة كنا مسيطرين في 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 لافريك، بصح ما ديناش كوب دافريك. بصح اليوم مام اللعابه، اللعابه في غول ابراهيمي، محرز، قديورا، هذو كاع راهي عندهم خبره باللي السيطره واللعب الجميل ما ينفعش، ينفع ماركي وحافظ على النتيجه. هذه نشوف صح، غادي عندنا كيما يقول اختبار حقيقي امام السنغال، قناع افريقي، عقلية أوروبية. غادي نتفرجو، ننجمو نديروها مقابلة كيما يقولو كوب دوروب، خاطش كي تشوف السنغال شتا عندها، تشوف الجزائر لاعبين محترفين، غادي نشوفو مقابلة أوروبية، غادي نشوفو مقابلة أوروبية. هادي راني نقول فيها وراني متأكد منها، غادي نشوفو أقوى مقابلة، النار تولي تشعل في الميدان. خاطش علاه نقول بلي النار تولي تشعل في الميدان؟ السنغال تحوس تربح الجزائر باش تتفادى المرتبة الثانية، تخافوا اللي تطيح مع مصر. والجزائر غادي فاني كيديروا، نديروا ذا الحساب، حتى احنا نديروا ذا الحساب باش نفوزوا في المقابلة الثانية في طور نيفيتو مصر. خاطش علاه بنقول لكم كلمة، تطيح مع مصر عبالك يقتلوك كيما تبغي، كيما تبغي تموت، تبغي بالبالون يقتلوك، تبغي يقتلوك بحاجة كيما تبغي يديروا لك مصر، كيما تبغي يديروا كيما الحاجه اللي في راسك، اللي ما كاش في راسك وما كاينه في رسالة، باش هما يفوزوا بالمقابله ويروحوا. باش ندخلكم لا، باش تقولوا بلي مصر تتنازل تخرج في الدور الثاني، هذه سمحوا لي ما كاش منها، ما تخرجش من الدور الثاني، ما غاديش تخرج في الدور الثاني مصر، الا طحنا معاه ما غاديش تخرج في الدور الثاني. على ذيك راني نقول بلي السنغال تحوس تربحنا باش تايفيتي مصر، الجزائر تحوس باش تربح السنغال باش نيفيتو مصر، وغادي تكون كيما يقولك اصطدام قوي، كيما يقولك دوزيام بارتي غادي يكون اصطدام قوي. هي هي كيما يقولك الجروب كاع صعيب، صعيب 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 تاع المغرب اللي نتمناو لهم ان شاء الله فاني كي كاليفو دوزيام تور. بصح النتيجه حنا تاع اليوم كاين بعض اللعابه اللي مكاش بلايصهم، كي تروح لبن 70 مكاش بلاصته،
كي تشوف بن سبعيني مكاش بلاصته باش ندخلكم، خاطش على هذه المقابله اللي شناها اليوم ماهيش معيار. حنا رانا فرحان نقولها ونعاود، راني فرحان بتروا بوا، راني فرحان بتروا بوا، بصح هذه المقابله ماهيش معيار. مازلنا ما تلاقيناش كيما يقولك بعض ما صحيحه، مازلنا انا كي نتلاقى مع السنغال غادي نهدر، كي نتلاقى بالسنغال نهدر، هذه حقيقه، هذه حاجه في القلب راني نقول فيها. وقالك وكاع شفتوا المقابله، بصح حتى الا كيجيك كيجي بالشيخ، بالشيخ ماشي باغي كاع الربح، بالشيخ بغى كينيا لازم تدقدقنا، بغى كينيا تدقدقنا ذراع، ما ماشي باغي كينيا، قالك كينيا تاع تاع جري. يا بالشيخ لازم تكون عاقل، يا بالشيخ لازم تكون راجل وتكون عاقل، خاطش على المقابله هذه حنا قرعه داروا قرعه، طحنا ما كينيا، وين راه الذنب تاع الجزائر؟ بالسيف اللي لازم ما نطيحوش مع من بغيتنا نطيحو، هذه هي غادي نلعبوا مع السنغال، سيبورتي السنغال، ولا السنغال ربحتنا دير رايك فينا، شاب نقولوا لك دير رايك فينا. وبو حنيكه قال له 2017 ما كناش فوتو دوزيام تور، 2017 انتوما دكدكتوا لي كيب بو حنيكه، شوف راني ساكت عليك، راني ساكت عليك سكت، الناس ساكت عليك سكت، خاطش عندي موضوع مطول عليك، عندي موضوع غادي نديره لك، موضوع طويل بزاف، خاطش على كي راك تهدر نتايا 2017 خليتو في ليكيب، 2017 ليكيب راحت مشرمطه، راحت مقطعه كاع، ما خليتوش فيها 2017، راكم تهدروا على ليكيب تاع 2017 العصابه من جهه، الاعلام من جهه، اللعابه اللي ديناهم فانيك تاع تاع المحلين تاعكم، دينا داك بالخيزر دينا ما كاش كاع دق دق، روحنا دقدقنا وجينا، هذا ما كان. هضر لي 2015 راني معاك نورمالمون تجيبها، بصح 2017 ما خليتوش، 2017 عيطوا اللاعبين، هذو اللاعبين اللي راك فرحان بهم بو حنيكه، شت هذو اللاعبين اللي راك فرحان بهم راك تقول باللي غادي نفوتوا دوزيام تور، هذو اللاعبين انت كنت عاير فيهم 2017. انت كنت عايب والله حرام ديني، الا درت لك موضوع ضروك مور هذا الفيديو ندير لك موضوع، ضروك ندير لك موضوع، عندي رجال، عند كاين رجال اللي يكتبوا بالخا مواضيع بالخا، يجيبوا لك موضوع، يجيبوا عليك موضوع بالخا بالخا، شعاره شعاره يجيبوا لك، يجيبوا عليك شعر بالخا بالخا بالخا، كاين جماعه انا راهو يكتبوا، راهو يكتبوا كيما راني نهضر كيما الناس تكتب، راهو تشوف ضروك غادي ندير لك موضوع، غادي ندق دقك مليح، خاطش عليه انت، انت كنت من اوائل الاعداء تاع الفريق الوطني الجزائري، نهار اللي كنت في الجزيريه وجيت لقناه الهدام، من فما كنت تدقدق في ليكيب ناسيونال، من نهار اللي ضربك حليل بكف، وزاد راوراو السيد الحاج محمد راوراو خرجك من لوتيل، من فما كنت كونت الجزائر، باش نضحك مليح في راسك، ونقول بالشيخ، بالشيخ كونك عاقل راك كبيره بالشيخ، على بالك نحترموا السن تاعك، نحترموا السن تاعك. كونك راجل واحد يكون هذا، هذه قرعه طحنا مع كينيا، وكون طحنا مع، كون طحنا مع مدغشقر، كون طحنا مع مانيبيا، كون طحنا مع شنقولوا شنهضروا، هذه خطه، هذه قرعه طحنا ربدونا، طحنا ربدنا كلب، ربدنا مصري خوكم، ربدنا خوكم هو اللي ربد الجزائر، هذاك احمد حسام هذاك هو اللي ربد الجزائر، ديالكم كيما هكا ربدها خوكم، ماشي حنا ربدناها، ما كنا مترافيكينا، ما كنا دايرين الحاميه والبارده، ما والو بدنا نورمال باش تكونوا على علم، هذا مكان. وما المقابلة، الجزائر تلاقات فريق ماهوش مستوى، نهضروا الصح، بصح شتي لا، هذه كيما يقول لك هذه قرعة سبحان الله، أنا راني نهضر على بالشيخ، بالشيخ مشى باغي الجزائر طيح مع هذو لي زيكيب، قال لك طحنا مع إيكيب تاع الجري، هذه قرعة داروها بالشيخ، لازم تفهم بلي هذه قرعة. طحنا مع فريق، فريق اللي ما عييناش معاه، فريق اللي ماركينا دو بي، جينينا المقابله وصايك، هذا مكان، ماشي فريق قبيل اللي تعبنا معاه، غادي كي نتعبوا غادي كي نعرقوا مليح، نعرقوا كونت سينيغال، وحنايا السينيغال من بكري لا بيت نوار تاعها السينيغال، نكونوا مدقدقين نربحوها، السينيغال ذاك العام 2008 ما كانش عندنا ايكيب سوليد، وقلعناها من الدور التمهيدي، وروحنا حنايا وروحنا كوب دي موند، هذه هي حنايا، ماشي قضيه تاع الله غالب بالشيخ، ما عندك ما دير، اهدر عندك دخله مع لقجع، مع السيد لقجع
كما كنت قلنا مع السيد لقجع مع حمد احمد يخسرونا شاكون باغيين. هذه هي حنايا بالاخر نهدوها العمر خونا تاع الرمشي وياسين تاع الرمشي مول القهوه. وحنا اش نقول لكم فانيك ما ننساوش ناس افلو اللي يعيطوا لي فانيك ناس افلو. وما ننساوش فانيك ياسين خويا تاع سطيف ياسين سطايفي. وتحيه الجزائر وتحيه ولاد الجزائر وين ما كانوا هنايا وفي الخارج. وخشت واحد كومونتير قال لي شوبير قال لي ما تقولش داخل الوطن وخارج الوطن. اي اخويا نولوا نقولوا ولاد الجزائر اللي هنايا واللي في الخارج. هذه هي كاع خاوه خاوه ان شاء الله بربي. ونتمنوا فانيك خاوتنا التوانسه خاوتنا المغاربه فانيك يفرحوا كيما رانا فرحانين حنايا. وتحيه الجزائر وصحيتو.